فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم توظيف شخص سعودي في شركة تعطيه راتبا من غير أن يقوم بعمل، وذلك لأجل النظام الذي حدث؟ هذا كذب واحتيال ولا يجوز. وكيف تأكل المال هذا؟ بأي وجه تأكل؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، أنت راض منكم. هذا احتيال وكذب ولا يجوز، ولا يحل لك أن تأكله بدون القيام بعمل. نعم.